الأستاذ أمجد الشوم دير البلح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أهلا وسهلا بك أستاذ أمجد. إذن يعني وفقا لما كان يتحدث به مراسلنا من خان يونس، الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المباني السكنية، وعمليا منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن هناك هدم لمربعات سكنية كاملة، مناطق خالية من السكان. لماذا تهدم يعني مساكنها ويعني مربعاتها السكنية عمليا؟ يعني ما هذه السياسة التي تستخدمها إسرائيل وكيف تنظرون إليها؟ شكرا جزيلا. يعني أولا الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء هذا العدوان انتهج حرب القتل والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة، من مساكن، من مؤسسات، من أيضا بنى تحتية. هدف الأساس هو تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإبقاء قطاع غزة كحالة إنسانية وترك أثر بالغ، بمعنى أن قطاع غزة سيبقى مكانا غير قابل للعيش لسنوات طوال. أكثر من 70% من البنى التحتية والمؤسسات والمباني قد تم تدميرها من قبل الاحتلال، وهناك تقريبا حسب الأمم المتحدة 42 مليون طن من الركام والأنقاض التي تنتشر في مختلف أنحاء قطاع غزة. وما قام به الاحتلال الإسرائيلي هو لضمان عدم عودة الفلسطينيين إلى ما تبقى من منازلهم، كما حدث في المرة السابقة. المواطنين عندما انسحبت قوات الاحتلال من خان يونس عادوا إلى ما تبقى من منازل من الركام وأقاموا عليها. اليوم هو يدمر ما تبقى من منازل وأبراج سكنية ليدمر أي حلم أو أمنيات الفلسطينيين بالعودة إلى ما تبقى وإبقاء هذه الحالة الإنسانية لفترات طويلة جداً. وهذا مؤشر خطير أيضا ما ذكر من موضوع فصل منطقة وسط عن جنوب قطاع غزة، وهناك مؤشرات على هذا الأمر، وهذا أمر بالغ الخطورة، وهو سيقيد أيضا العمل الإنساني بمختلف مستوياته وسيعمق الأزمة أكثر وأكثر. وكذلك حصر الفلسطينيين في مساحة ما يسمى بالمساحة الإنسانية الآمنة التي يفرضها الاحتلال، وهي ليست بالإنسانية ولا الآمنة بشكل بكل الأشكال، في ظل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الموجودين في تلك المنطقة، في منطقة المواصي وغيرها من مناطق يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة. واليوم الوضع بات أسوأ فترة يمر بها شعبنا الفلسطيني منذ بدء العدوان، في ظل هذه القيود على صعيد دخول المساعدات وأيضا حصر المواطنين الفلسطينيين في منطقة صغيرة لا تتجاوز 10% من مساحة قطاع غزة، أي هناك أكثر من 40,000 نسمة موجودين على الكيلومتر الواحد في ظل ازدحام واكتظاظ وأيضا كارثة إنسانية وانتشار أوبئة وأمراض خطيرة. نعم، يعني أستاذ أمجد، إذا أردنا أن يعني نكمل هذا الحديث حول الوضع الميداني، أشار مراسلنا أيضا إلى أنه يعني كترجمة للعمليات العسكرية التي تحدث على الأرض، من الممكن أن نكون أمام يعني مخطط إسرائيلي لفصل منطقة جنوب قطاع غزة عن الوسط، ونحن نعلم بأن معظم أهالي القطاع يتركزون في مناطق الوسط، منطقة دير البلح جزء منها يعني وجهت له أوامر بالإخلاء ويستهدف عمليا، النصيرات أيضا تستهدف على مدار الساعات، ودير البلح بطبيعة الحال. ما خطورة أن يتم يعني حشر السكان في مناطق ضيقة في الوقت الذي أيضا هذه المناطق هي مناطق مستهدفة؟ بالفعل هي مناطق مستهدفة وتشهد اكتظاظ كبير بعدد السكان والنازحين، وهناك عملية إخلاء مستمرة ومتواصلة لأعداد النازحين، والهدف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستغل مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض وتعميق أزمة السكان والضغط على السكان أكثر وأكثر. ويعني منذ ساعات فجر هذا اليوم هناك قصف غير مسبوق في سواء في النصيرات أو دير البلح أو خان يونس، ونحن نتحدث عن قصف في مناطق ادعى الاحتلال الإسرائيلي على مناطق إنسانية آمنة. فبالتالي هذه المؤشرات الخطيرة تذهب بنا إلى التحذير مجددا من نية الاحتلال الإسرائيلي القيام بالمزيد من المجازر، وأيضا تعميق الأزمة الإنسانية على كافة المستويات وحصر الفلسطينيين والضغط عليهم أكثر في منطقة محدودة لا تتجاوز 10% من مساحة قطاع غزة. يعني نتحدث عن 36 إلى كيلومتر إلى 40 كيلومتر فقط، ما تبقى من منطقة سيكون بها قرابة 1,600,000 إلى 1,700,000 نسمة معظمهم من النازحين.